سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم بغيت نقول لكم السر ديال نجاح هذا الخبيز هذا اللي كاين، اللي كيما كتشوفوا فيه ديال الزرع كومبلي، ما فيه حتى حاجه. وكاين اللي بورس والفينو كيف ما كيكون ديال، وكاين هاد الرقائق ديال الزرع حتى هما. هذا خبز زوين بزاف للفطور، ما فيش الخميره نهائيا، كيجي واعر. المهم البنات، لك نتو انتريسي خليو لي في كومونتير باش ندير معكم هاد الوصفات ديال هاد الخبز، رقائق الخبز ديال الزرع بيغ، وهاد الخبز هذا ديال الا كان جاي عندك شي حد ولا شي حاجه كيجي زوين بحال هكا. شي كنديروا فيه الزنجلان، شي كنديروا فيه الزعتر، شي كنديروا فيه السانوج بافو. المهم اللي عندك كاين، يمكن لك ديري كاع حتى القرقاع واللوز. لا كان المهم الا كان شي حد جاي عندك عزيز، يمكن لك تزيدي هكا تفركسي على الخبز كيجي زوين. المهم في هذا الخبز البنات انه خصو يتدلك مزيان، و تكون العجينه مرخيه، مرخيه العجينه تكون كتلصق، كتلصق في اليد. ولكن حنا ما غاديش نحطوها في اللاطه كتلصق في اليد، فحنا غادي نلبوها شويه يعني بالطحين شويه غير باش ما تلصقش لينا. ولكن غادي تحطيها الجهه اللي غتحطي على البلبوله ولا على الزعتر ولا على الشوفان ولا على اي حاجه تكون باقه، ما تكون يعني معجنه كتلصق باش يلصق في هذاك، لان الا درتيها ما كتلصقش، ما كيلصقش فيها، كيتخس يطيح في الفران صافي ملي كيتنفخ الخبز. وكتشرطيه بمونس اولا زيزوار اولا ديك القطاعه ديال بلاستيك وهو مازال ما خمر، كتشرطيه باش منين كيخمر كيتحل. المهم البنات، لكن نتو انتريسي كيما قلت لكم خليو ليا في كومونتير. ما كنلقاش التشجيعات نتاع نفسي، ما كنلقاش التشجيعات باش نبقى ندير حتى الوصفات وداكشي. داكشي علاش كنعجز صراحه، لان كما كنقول دائما لي كومونتير هما اللي كيشجعوا الواحد باش يبدا يصور. راه ماشي سهل باش نصور، خصك توجد وتكون كلشي، يكون كلشي مقاد، يكون كلشي. دابا انا راه كنعجن، راه عندي قربالة في الكوزينه، ما غاديش نجمعها باش ندير يعني وصفه باش نحطها في اليوتيوب ومن بعد يشوفوها جوج الناس ولا ثلاثه. لا المهم البنات، الا كنتو انتريسي كما قلت لكم غادي تخليو ليا في تعاليق بانكم بغيتوا الوصفه ديال الخبز، وهذاك الخبز البنات ديال الزرع اللي كيجي واعر، كيجي هائل، عرفتي بالفخوماج باش ما درتيه بوحدو، باش ما درتيه كيجي رائع. الاكل الفطور اولا غوتي ولا كيجي مقرمل وخفيف، ما والو، ما فيه والو، بحال بيسكوي هو. كيمكن لك ديريه حلو، كيمكن لك تزيدي فيه النافع، الزنجلان، مسكه، حبه حلاوه، تعجنيه بشويه الزهر كيف ما كيمكن لك ديريه بالملح والزعتر. يعني انواع عندي انا، خصني غير التشجيعات ديالكم وانا معاكم. المهم البنات، ما تنساونيش خبار فراسكم، لا عجبكم هاد الخبيزات كيف ما قلت لكم، كان جاي عندكم شي حد عزيز. انا بعدا صراحه كنبغي الا جا عندي شي حد يكون كلشي في ميزون، ما كنبغي حتى حاجه تشرى من برا. قولوا لي واش نتوما بحالي ولا لا. سلام عليكم.